السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل مربى التين. طبعا احنا التين ما متوفر عندنا بكثرة مثل العراق، يعني أكثر الأحيان موجود بأوقات محددة وينباع بالوحدات. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 2 كوب شكر، وضفت له 2 كوب مي، وتركته وقت قصير بس مجرد بدأ يفور، يعني ذاب الشكر بالمي، يعني ما سويت شيرة بعده، بالبداية خفيف بس مجرد ذاب الشكر. وضفت له عصرة ليمون تقريبا نصف ملعقة أكل. هنا جبت هذا التين، وحاولوا يكون التين شوية بقوة، يعني مو ناضج حيل. وهنا مثل ما تشوفون ثقبته من كل الجهات وخليته هنا، وراح بهالحالة من أكمل هاي كل الكمية أخليها بالجدر، راح أوطي النار على المتوسط، لأن أنا أريده ينطبخ بالمي والشكر، يعني ينطبخ بالمحلول السكري هذا الموجود عندنا. هنا من بدأ يغلي بدأت حبات التين تستوي ويدخل بداخلها المحلول السكري وتاخذ الطعم الحلو. راح أتركه لمدة 40 دقيقة إلى أن شوية يثخن والشيرة تبين عندنا شيرة تصير، يعني من تلمسوها بيها ثخن شوية، احنا نريد بيه شيرة مبينة يعني مو يابس يصير، وبعدين أشيله. هنا شوية هاي الرغوة من تصعد أشيلها، هاي اللي تشوفوها شلتها، وراح أتركه وقت مثل ما قلت لكم 40 دقيقة، وبعدين أوطي النار أكثر. إذا تحبون تثخنوا أكثر توطون النار. تابعوني على الإنستغرام إراكي فود كي. هنا شلت هاي الرغوة، بقيت أشيل الرغوة إلى أن كلها تنشال. هنا عندي رشة هيل مطحون، ضفت رشة هيل مطحون، وراح أتركه على نار واطية، يعني أنص النار أكثر إلى أن يثخن شوية وتصير الشيرة قوامها عادي، لا حيل ثخينة ولا خفيفة، وأبرده. وهنا مبرد حيل، هذا هاي الصورة مالته، يعني صار بدرجة حرارة الغرفة، من راح يبرد بالثلاجة راح يثخن أكثر، الشيرة تبين أكثر ثخينة. وهذا شكله النهائي من بعد ما قدمته. جربوه إن شاء الله يعجبكم، وألف عافية.